تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير 2، يعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع استمرار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. قالت جمعية رسالة أحد أعضاء التحالف الوطني بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية الاجتماعية والتي شملت تجهيز 100 عروس والقيام بأعمال تسقيف المنازل والترميم وتوصيل المياه لعدد 80 أسرة، بالإضافة إلى توزيع ملابس وإعانات نقدية وتركيب أجهزة تعويضية، وكذلك تقديم صناديق المواد الغذائية في العديد من قرى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف. وعلى صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة صناع الخير بإطلاق 3 مبادرات للكشف على أمراض العيون في 3 محافظات هي الفيوم وقنا والغربية، حيث تستهدف نحو 1600 مواطن. أما على صعيد التوعية، فقامت مؤسسة راعي مصر بمبادرة الحضانات ضمن مشروع بيت يحميني بقرية بني مزار بمحافظة سوهاج لتأهيل 100 سيدة للتعامل السليم مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والتغذية الصحيحة. هذا واستمر التحالف الوطني في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية والتي لم تقتصر على توزيع المواد الغذائية فقط كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية التي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل، ما يسهم في رفع جودة مستوى معيشتهم.